النهارده هنتكلم عن شخصيه كلنا بنحبها ونقدرها وطبعا بنكمل لها كل احترام. سيبوا حماسكم لاخر حلقه، ده احنا لسه بنقول يا هادي. اللي كان فاكر ان احمد موسى وطني ومؤيد لنظام السيسي ده غلطان. تعالوا نشوف الاحداث. نبدا باختراع الكفته، خدناه كلنا، ده كان في 2013. اختراع القوات المسلحه. الجهاز ده يا جماعه، الجهاز ده مش جهاز بتاع النهارده، ناس شغال عليه ابحاث بقالهم 18 سنه. عايز مليارات تنفق على العلاج، ده هيقضي على الادويه. طبعا بعض يقول لك ايه، الرئيس ما كانش يعرف ولا وزير الدفاع. انت بتهزر. ده حتى هو الوحيد اللي قال لك في مؤتمر عالمي. هذا البحث سيتم مناقشته في اكبر مؤتمر طبي عالمي في الصين في شهر يونيو القادم. نفسي اعرف بتجيب ام مصادرك دي منين. وده كان رده على اللي انتقده بالاختراع. هيتعمل ان شاء الله وهتخرص الالسنه، بس وقتها ان شاء الله مش عايز اشوف خلاقكم خالص ولا وشوشكم، مش انا على فكره، الشعب مش عايز اشوفكم. اختفوا. انا احمد حمدي في كامل قواي العقليه 6-3 ولسه الاختراع ما اتعملش. اختفي. الانتخابات الرئاسيه هتنتخب مين يا استاذ محمد، المشير ولا حمدين؟ يا فندم احنا كلنا في الجيزه هنتخب امك ان شاء الله. نقطه تحول مهمه جدا في حياته بسامي عنان. انا بهدد سامي عنان، هعوره الايام الجايه، هعوره. انه التنظيم الدولي الارهابي يدعم الفريق سامي عنان وانهم رصدين 85 مليون دولار لحملته. ها؟ وسامي عنان بالمناسبه خد المقر الانتخابي بتاع حازم صلاح ابو اسماعيل، حاجه غريبه جدا جدا، يعني شيء غريب وعجيب جدا بجد. تسلم ايد اللي بيلف لك السيجاره. صبح ابو موسى. حصل عنان على 100 فدان في الوادي الفارغ، كما حصلت زوجته على نفس ازاي؟ ما عندناش قياده في الجيش بياخد اراضي الدوله ولا ايه؟ وطبعا حمدين صباحي ما سلمش منه. حمدين صباحي النهارده كمان حب يسرق، انا بقول لكم يسرق الانجاز التاريخي العالمي اللي عامله الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. صباحي عايز يسرق اختراع الجيش. بس عايز اعلق على حمدين صباحي. يا نهارك اسود يا حمدين. 8 سنين الجايين دول اشتغل على الارض. انت ايها العاطل الفاشل المائع، اين كنت انت عندما كان السيسي يواجه جماعة إرهابية خائنة؟ حملة حمدين صباحي وحمدين نفسه المصحف الشريف هزلت. أنا بقول له اللي نزلوا عملوا توكيلات المشير جزمة، أنا بقول له جزمة، أي واحد فيهم أشرف منك. إزاي تأمر الرئيس؟ إزاي؟ إيه الجرأة دي؟ ليه بكلمكم عن حمدين صباحي من شوية؟ أستاذ حمدين ينصب نفسه نائباً عاماً. مدهش سقفه يا جماعه، سقفه. حتى عدلي منصور، كان الرئيس عدلي منصور لم يذكر في خطابه الاربعاء الماضي اي كلمه تتعلق بهذا الرجل الرئيس مبارك. الا يستحق ذلك من الرئيس عدلي منصور؟ لم يحدث عشان الخوف. والسيسي بقى رئيس مصر. طيور النورك يا اللي مقابلني. ونيجي بقى لشيء مهم جدا جدا، شيء مهم جدا، هو إهانة ثورة 25 يناير. يقول لك دول صوار ودول اللي عملوا يا جماعة الثورة. واحد واحد، مش هسيب حد. كل من تظاهر عند وزارة الدفاع هيطلع الفيديو بتاعه، كل من هتف كذا هيطلع الفيديو بتاعه، كل واحد عمل حاجة هتطلع الفيديو بتاعه. فلان وفلان 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 فلان 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 فلان. ما انت في 25 يناير ولعت 5000 عربيه، ده الناس دي متآمره على البلد. انه اللي حصل ده والله مخطط امريكي. بلدنا بعد 30/6 اعظم ثوره في تاريخ مصر، انسوا اي كلام تاني يعني، انسوا اي كلام فارغ يعني. طب ايه رايك ان السيسي قال عليها ثوره؟ ثوره 25 يناير كانت ثوره للتغيير تحرك بها المصريين وارادوا التغيير ونجحوا في ثورتهم. الإساءة للثورتين مش معناها الإساءة أو الاتهام للناس اللي كانوا، يعني لما تيجي تقول فلان وفلان ده مش معناها الإساءة للثورة، أنت لما تيجي لفظ الثورة نفسها، اللي قلنا دايماً عليهم بنحترمهم، بنديهم تعظيم سلام، تاني وتالت. ليه كده يا أحمد بس؟ أنا عمري ما شفت حد بيجيب ورا بسرعة كده، غصب عن ثورة.
وبدأنا محاكمات مبارك. ده هو أول واحد كلم مبارك. أهلا يا أحمد. أولا تحياتي ونقول مبروك لحضرتك. الله يخليك. السعادة دي سيادة الرئيس، وأنا بكلم حضرتك النهاردة وبعد ظهور براءة حضرتك. سيادة إيه؟ بالظبط، هو لسه رئيسه حبيب العدلي. نشوف إزاي كان بيبرر له ويفرش له الأرض. مفروض وزير الداخلية اللواء حبيب العدلي الأسبق هيتكلم قدام هيئة المحكمة. حبيب العدلي هو بيتكلم في المذكرة دي في 2012 شرح ما جرى في مصر، لأنه مفيش حد المتابعة، معرفش الموضوع محتاج إيه. ارجعوا زي ما كنتوا في التسعينات. طبعا في جهد كبير جدا يعني، بس أنا بتكلم بجانب الجهد، في جهد آخر مفروض يتعمل. شفتوا أمين وجدع وجدع، ضربت الودع ما لقيتش وزير داخلية جدع، ويا ريت كده وبس. مش كان برضو قبل هنتكلم في القانون ده اللي هيطول فيه الكلام، تبارك لي على الحكم اللي صدر النهاردة ببراءة اللواء حبيب العدلي والدكتور أحمد نظيف في قضية اللوحات. نعم نعم صحيح. لا فعلا فاتتك دي يا أحمد. نقول مبروك، وأكيد ما نسيش أحمد عز. أحمد عز ما عندوش جنيه واحد خالص. أيوة زي ما بقولك طلعت حرب. أيوة أحمد عز طلعت حرب هذا العصر. عز يا فندم هو طلعت حرب هذا العصر. وطبعا زي ما احنا عارفين إن مبارك خد براءة، ونظامه كلهم خدوا براءة، و25 يناير خدت مؤبد. خطاب الكراهية الموجه اللي هو الراعي الرسمي بتاعه، عارفين فكرني بمين؟ أنا بقول لكم على الهواء اقتلوا ظباطه. أنا عايز أقول لكل زوجة ظابط جوزك هيتقتل النهارده، لأ بكرة، بعد بكره هيتقتل جوزك، هيتقتل. العيال رصدوا بيوت الضباط واسرهم وزوجاتهم واولادهم وقرايبهم. الدور الجاي العنف هيبقى جوه بيوت الضباط. انا بقول لزوجه كل ضابط يعني هدي جوزك شويه لانه هيتقتل. فردتين لشبشب واحد، العنف. وطبعا ما ننساش دوره العظيم في اهانه قطر. يعني انت فعلا اقعد في القصر بتاعك، انت مالك ومال الثورات؟ تعرفوا يعني الثورات؟ ما هو ابو حاكم بتاعك، ما هو ده اول واحد عمل انقلاب، ده الانقلاب عندك. مش عايز حد في الكيان القطري يخاف على انتوا، بس خليكم في اللي انتوا فيه، مالكوش علاقه بالشعب المصري خالص. الشعب المصري كارهكم، وقطر بنت الوسط. طب خلاص. بالنسبه لقطر ليس هناك خط احمر، الامير انا هتكلم عليه دلوقتي، مش هتكلم عن حاجات بتاعتها، مش هطلعها كصور يعني، مش اكيد يعني، اكيد مش هطلعها يعني، الحاجات اللي موجوده مش هطلعها مع الرؤساء دول مع مش عارف مين، مش هطلع الكلام ده خالص يعني، عيب. في فرق كبير انك تبقى عارف او عندك دليل رسمي. مصر عندها استعداد تضحي بالربع مليون مصر موجودين في قطر. مصر هتضحي بربع مليون؟ انت لازم تتعالج، انت مش فاهم في مصر هتفهم في قطر. وبسببه وبسبب امثاله الرئيس اعتذر رسمي بسبب نوعية الإعلاميين اللي زيه. لا شباب هتهدى ولا إخوان هتعقل، العكس ده انت بتزيد الشحنة بين الشعب. يعني الرئيس قال كده، انا قلت الكلام ده قبل كده، قلت ان بدل المواجهة ما بين المصريين والمصريين يخش الجيش طرف يتلقى الضربة. يا استاذ ابراهيم، لقد نجح الشعب المصري العظيم في تجنب مثل هذا المصير. انت ازاي تقول كده؟ انزل يوم الجمعة املى ميادين مصر في كل مكان واطلب اللي انت عايزه. انا بقول لك اللي انت عايزه، لو انت عايز بلدك دي تتحرر من الخونة والارهابيين الرئيس هينفذ. عايز تفضل عندك واجه قدرك، عايز تنزل واجه قدرك، انا بقول لحضرتك واجه قدرك بس. وبعدين ما تجوش تعيطوا، ينزلوا ويتقبض عليهم ويقول لك ده غلابة، ده شوية طلبة كانوا مغرر بيهم. اللي ده هي لابد ان تواجه وتواجه بعنف. لو مليون مسلح هات المليون مسلح، ما عنديش مشكلة تقتل ارهابيين 10 15 20 200 300 ربع، ما عنديش. وتدعيما لكلامي ان رسالة الكراهية بيذهب ضحيتها كل يوم في هذا المجتمع مئات الاشخاص والاف الاشخاص، احيانا بعضهم براء بيذهبوا نتيجة لهذه الرسائل الكراهية التي تحض المصريين على المصريين. وأنا أرى أن هذه مسؤولية القيادة السياسية ومسؤولية النخب ومسؤولية الإعلام. علينا أن نخرج برؤية سياسية للخروج من المأزق اللي احنا فيه. أنا شايف أن دي أسوأ ريسيبي، أسوأ صيغة ممكن أنها تقدم لصانع القرار عشان نتعامل بها مع هذه الظاهرة سواء إجرامية أو إرهابية.
متهيألي وصلت. وبكده أحمد موسى بيهين ثورة 25 يناير اللي الرئيس قال عليها ثورة، يدافع عن نظام مبارك اللي عارفين ان هو فاسد، اضطر الرئيس انه يعتذر لقطر بذكائه. في مصيبة تانية ما عملهاش. أفلوز، وحب أهدي أغنية إسلام الأياني. تحب تقول لنا حاجة عن الأفا ده؟ إنه واقفين حاولوا يعتدوا علينا جم، ولكن الناس صدت ليهم، وأنا بقول لكم عشان تبقوا عارفين وأنا اللي بقول لكم، وحاولوا يعتدوا، رموا 3-4 بيضات. بيض؟ ده إحنا سامعين صوت الطرقعة من هنا، ده درامز يا باشا. أستاذ حمدين، أنا سعيد إن أنا أشوفك هنا معانا. طبعًا دي بلدنا كلنا. طبعًا كلنا شفنا اللفتة الحلوة دي إن حمدين والسيسي مع بعض. وطبعًا لازم نعرف تعليق أحمد موسى. تلقى دعوة إمبارح وحضر النهاردة، وبعد التقاط الصورة التذكارية التقى بالرئيس واحتضن الرئيس. لا استنى 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 استنى. كمل. الفريق يونس المصري بيندى على حمدين وبيقول له فلان عليا يعني. حمدين سلم، انا سلمت، حضننا بعض، يعني احنا معاه، قصدي هنكون جنبه، قصدي هو مش في خانة الاعداء ومش ارهابي ومش هيكون زي هذه الجماعة والعصابة. ده انت قعدت 3 سنين بتسفل فيه، فجأة بقى وطني وحبيبك؟ ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. بعد ما السيسي كان عنده نية يحمي ثورة 25 يناير و 30 يونيو من الإهانة، وخرج حسني مبارك واللي ما كانش قادر يقوله قاله. لا مؤسسة الرئاسة توقف برامج وانا بقولها على الهوى، ولا هتمنع أحمد موسى يشتغل. يكون هناك خطأ ارتكبه الرئيس لعمل انقلاب بالأمس. انت متأكد؟ انقلاب بقى. راجع نفسك. أعني الكلمة. انت ازاي اصلا تكلم الرئيس كده؟ واخيرا وليس اخرا، بعد خروج حبيب العدلي اللي ما كانش قادر يقوله قاله. سيادة الرئيس، عايز كام واحد عشان وزير داخلية يمشي بغض النظر مين؟ لكن عندنا ناس يستحقوا يكونوا موجودين في البلد. كم يا سيادة الرئيس شهداء يسقطوا كل يوم؟ مع انه لما حصل موضوع فرنسا ده كان رأيه. حدش يتكلم، الموضوع في فرنسا مش في مصر. يعني كان ناقص يقولوا ايه الاخوه اللي بيعلقوا، يقول لك العمليه حصل في فرنسا فنقيل وزير الداخليه المصري، حصلت هناك فنمشي اللي هو محمد ابراهيم كذا، فالامن عندنا بايظ كذا، فالامن عندنا في مصر ما عرفش يشتغل في فرنسا. انا رايي تقعدوا مع بعض تتفاهموا انتوا ناويين تعملوا ايه بالظبط. يا جماعه الوضع اختلف، حبيب العدلي خرج. انفجار دار القضاء العالي. اذا انت خايف الموضوع ده كله، انا بقول لكم كلكم خايفين من نراوي الرئيس اصغر واحد بصراحه. يعني قصدك ان الرئيس جبان؟ اتخطلت يالا في مخك يالا؟ يالا اتخطلت يالا؟ الخلاصه احمد موسى هو اقوى اسلحه نظام مبارك الموجوده دلوقتي. كان بيتسحب تحت اسم الشعب والسيسي لحد ما حبايبه كلهم خرجوا وتشجع واتجرأ على الرئيس وعلى وزير الداخليه زي ما احنا شفنا. وكون احمد موسى بيشتم في 25 يناير ده اكبر دليل على نقائها وطهارتها. سيادة الرئيس دي حقيقة أحمد موسى، في الأول كان كده ودلوقتي بقى كده. اجمعهم مع بعض، استخبي تحت اسمك وبيعرضك في الحاجات اللي بتضر مصالح نظام مبارك، علشان كده هو بيرستق نفسه. سيادة الرئيس، انت لو عايز الأمور تهدى في البلد وموجة الكراهية والغضب دي تخف شوية لازم تخلص من الأشكال دي، لأنهم زي ما أيدوك في الأول بيضروك دلوقتي وهينقلبوا عليك في الآخر. وداعا احمد موسى.